الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ شلونكم؟ شكو ماكو؟ والله الشباب أهم شيء، يعني مثل ما كثير مرات أنا أقول لكم، يعني أشهد بالله متابعيني، والله يعني واحد لازم يحكي لرب العالمين، يعني كلهم عال العال ابن الأوادم ومحترمين شباب، يعني والله يعني بصراحة أنا من كردستان العراق، لما هذا كم شهر عندي متابعين، يعني ما بقى باقي 15 يوم يصير سنة، كلهم عرب، والله كلهم عندهم ما شاء الله عليكم أخلاق عالية عالية جدا، والله يعني أصير فرحان، يعني أصير فرحان والله عليكم، ما شاء الله عليكم يا جماعة، الله يطول عمركم إن شاء الله. يلا انتم هاليوم اني جبنا لكم شباب هذا المان القديم، وطبعا هذا المان اني نشرته قبل 2 شهر ونص، ما بعرف 2 شهر، بس هذا شنو هاليوم شي بعطيكم؟ بعطيكم المان مع السكن الوساخة ومع العربانة الوساخة، يعني اكو عرب يقولون عتيكة ومزنجرة، هذا السكن ايه هو هيجي مزنجرة تشوفون يعني شكله قديمة زين، يعني لما تحمل الملف يطلع 5 أوراق، 2 ورقة مال شاحنة خاصة، و3 أوراق مال هكذا هيك مثل ما أنت تشوف، مال يعني الوساخة شو اسمه مزنجرة هيجي تعبانة زين عمري. وتابعوا معي، ابقى معي هسا، نحن نبدي من الشرح، لأن شاحنتي كل مرة أقول لكم ابقى معي حتى تسمع الشرح، لأن أنت ما تعرف كل شيء، مثل ما يقولوا لا تقول أني خبير، شنو هذا حملة، هذا تانكي، ما بعرف شنو، لا لا عمري، ابقى حتى مثلا أنت تشوفه إذا يعجبك، لأن مثل ما يصير نفسيتك مرتاح، أنت تقول يابا أنا شفت الشاحنة شلون والعربانة شلون، زين؟ أني نسيت، هو 2 ملف مال السكن الوساخة، وواحد ملف مال شاحنة الوسخة، و2 ملف مال تريلا مال هذا الشاحنة مال، يعني كلهم يصير 5 أوراق. كلكم يقولون علي زنقين زنقين، ها انتم خربت السيستم، صرت اني فقير، ما عندي فلوس اشتري الشاحنة. نوريكم هكذا هيجي، يعني الشاحنة فعلا تعبانة، هذا مني هدية للأخ العزيز علي سوري، وخاصة للأخ العزيز حسن أونلاين، أنا أسميها حسن أونلاين لأنه هو كل مرة يجي معاي أونلاين. الله حسن حملة يابا جميلة، إذا أنت تتحب، يعني إذا أنتم تتحبون شباب، هذا مثل ما أنتم تشوفون هسه حاليا. شي نعمل نبدي من الشرح، وهذا داخلية الشاحنة مثل ما تشوفون، هذا طبعا هذا المان مال صديقي الألماني، this is my colleague. هو داخلية همزينة، الحمد لله داخلية نظيفة، لا والله داخلية نظيفة. هسه نبدي من الشرح، وبعد الشرح نجي شوية نسوق حتى تسمعون صوت الشاحنة، زين مثل ما يقولون هذا هكذا، زين؟ يلا نبدي من الشرح، بسم الله على بركة الله. أول شيء يا شباب نبدي من الشاحنة، وبعدين نتحول إلى العربانة، لأن أنتم تعرفون عربانة هم عتيكة الوسخة، حتى أعلمكم بها 2 شغلة. اولا طبعا شاحنة يجي كالعادة مود، ومثل ما يقولون هم كالعادة خلي برابط مباشر، اي واحد يحبه يحملها
الشاحنة هكذا يظهر يمك يا عمري، هكذا يظهر. أو تحب يعني هيجي، لا تخلي سكن ال، لا تخلي الصبغة، الصبغة العتيق، خلي هيجي يعني حلوة هكذا. وتجي على الصفحات ماله تحب هو هكذا، وتغيرها هذولهم. والله أسوي شوية إيدي خفيف حتى فيديو مالي ما يطول، لأن يعني هذا كم فيديوهات ما أنزل بالمونتاج. تجي هناك، تجي هذا هكذا تتحب، أو هكذا كمثال، خلي أجيبه تحت هذا، تغيره هكذا أو هكذا لون مثل ما يقول أنت تريد. وهذا الدعاميات، أكو واحد ملون، أكو واحد عادي، كلهم هذا واحد هكذا وهذا اثنين هكذا. فمهم كاسة نشيله، لأنها ما نشتري، ما ليش نخليها. هذا تتحب تسوي ملون، هذا هكذا هكذا. ليش هيك اني اوريكم يا حبايب قلبي، حتى لما اذا انت حبيت، اما قبل تدوس التحميل، لان انت يصير ضميرك مرتاح، انت تقول انا شفت الشاحنة، هذا قصدي. تجي هناك تدوسها، تجيب على هذا هكذا اللون انت تريد، او هكذا هكذا هكذا، كيف كلهم مثل ما يقولون شلون انت تتحب. تجي هنا بها اثنين اسم هذا او هذا، تجي هناك يظهر يمك هكذا. دقيقة، تسوي جي ها، فأني ما أريد الفيديو يطول، معليش هيجي بعطي تعديلات، هذا على مود خاطركم والله. فشنو ال 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 الكلمات مالتنا، بس دقيقة حمد داخلي هم أوريكم. هذا جي بي اس ماله الخاص، هو يتحول هناك. بالنسبة للدشبولات عنده 3 دشبول، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، كل واحد يطلع الشكل هكذا، شوفه، أو هكذا أو هكذا. ونسبة التعديل الداخلية هذا، يعني خليته هناك، خلي هذا على هذا السايق نظيفة، سويت تحب هذا أو هذا، وخلاص يعني لاسلكي خلينا زي تجاير إذا دخل. زين عمري، هذولهم كلهم معها موجودة. دقيقة، هذا مع المان، هي هذولهم موجودة علامة مان، هذا بتاع المان. زين حبيب قلبي، ما اريد الفيديو طول عمري. نجي على الاسباق، هذا الصبغ الاول هكذا يظهر يمك، شوف صرت عتيق وتعبان. والاسباق الثانية اذا تتحب هكذا، يعني هم وسخة بس يعني مو هلقتها، هكذا مثلا كدقيقة يجي كذا، كان يسوي على سبق ما بشي يصير، يعني هو بها وساخة هناك، هذا راح يسوي هذا، شوفه هو هنا يعني هذا. وبعدين هذولهم الأسباق، هذا نفس السبق بس الشاحنة مالتك نظيفة، يعني تحب هكذا. دقيقة، هذا شو يصير، تعال هيجي تسوي هذا، تسوي هذا يبقى هيجي على الزاوية، تحب هكذا. ما اني اقربها حتى تشوفون زين، انا كثير عالم تشوفون بالتليفون هكذا، تتحب هكذا. زين عمري، يلا هسه انتم شايفة فيلم مالتنا على الشاحنة وعلى هذا الصبغ الوساخة. يلا هسه نخرج اوريكم العربانة وخلص. عربانة هم مهمة، تابعوا لي أنا بها 2 شغلة. تجي هنا على المكان العربانات، يطلع هذا الكلمة الأحمر يمك، تدوسه وهذا عربانة. تجي هناك، هذول ما عندك علاقة، يعني هذا تخليها أو ما خليها ما عندك علاقة، حتى هكذا هكذا. بالنسبة للألوان ما يشتغل الألوان، لأن أنت تجي هنا تغير الكابينات هكذا. هذا الكابينات الوسخة ومعها جديدة، أكو جديدون يعني. شوف هذا مثلا، شوف هذا وساخة، هذا
يبقى كله حتى يكون بالزنجرة، يعني حتى يصير مطابق ويا الشاحنة مالتك. وإذا أنت تحب حط صبغ جديد على الشاحنة، تجي هيك كابينات جديدة تاخذ هذا الجديد الصفر كيلومتر زين. تجي هناك شوف هذا هم الزنجرة وعتيكة ما بعرف شنو هكذا هي، شوفها حتى يصير مطابق ويا هذا الشكل العتيق، لأن إذا أنت خليت هيك شاحنة مالتك القديم. خلي شوية نسوق الشاحنات القديم شنو يومية جديد وآخر موديل. هكذا عمري. وإذا أنت تتحب مثلا شيل ال 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 هذا العربانات شيلها، تأخذ العربانة هكذا فقط لما تحملها كل مرة الشركة يعطيك العربانات. بس انا ما عندي جرانتيا يعطيك حمولة جديدة او قديمة، يعني هو يعطيك الكابينة بس قصدي احتمال ما يعطيك الشكل الكابينة يعني وسخ وعطيك مثل هذا. فهذا بدل ما تسوي هيك هم هو انت تجيبه هناك حاضر تسوي واحد كابينة بس. يلا نروح تحت الى الاخير، كابينات فول موجودة، اشكال انواع الكابينات موجودون جديد وقديمها زين عمري. الجديد اكو قديم اكو زين. اخلي برابط مباشر كالعادة، اهم شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك دعمنا. هو طبعا قناتكم والله، بعتبرون اني موظف والله، يعني تفكروا شوية والله. يلا حبايب قلبي فيما لا يا عمري، يا جمهور العزيز الله معاكم فيما لا.